السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحصة هذه واللي غادي نشوف فيها مبرهنة فيثاغورس العكسية. إذا ماذا تقول مبرهنة فيثاغورس العكسية؟ إذا الخاصية تقول: إذا كان مجموع مربعي ضلعين في مثلث يساوي مربع طول الضلع الثالث فإن المثلث قائم السوي. إذا لك عندنا في مثلث، ناخذ مثلا واحد المثلث هكا، ثلاث مثلا اي جي ك، ولقينا المربع ديال واحد الضلع مثلا عاده المثلث، كنشوف اطول ضلع في المثلث اللي عاده من بعد يكون هو الوتر. اذا شلنا اطول ضلع درنا المربع ديالو مثلا، ولقيناه تساوي المجموع ديال مربعي الضلعين الاخرين، يعني اي جي مربع زائد جي ك مربع. اذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فهذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية. بتعبير آخر، إذا كان لدينا في مثلث ABC BC مربع يساوي AB مربع زائد AC مربع فإن ABC مثلث قائم الزاوية. إذا المبرهنة تنطبقها ميت يطلبوا مني بين أن مثلث ما قائم الزاوية. أشنو تندير؟ كنشوف أنا أطول ضلع في هذا المثلث، تندير المربع ديالو وتنقارن بمجموع مربعي الضلعين الاخرين. دونك الا لقيناهم متساويين في المثلث قائم الزاويه، الا كانوا غير متساويين في المثلث غير قائم الزاويه. اذا ناخذ تمرين تطبيقي. التمرين يقول: او اف جي مثلث بحيث او اف يساوي 8، او جي تساوي 10، و اف جي تساوي 6 ديال السنتيمتر. اذا هنا غنرسموا بواحد الشكل هندسي. الطريقه باش نرسموا الشكل الهندسي بحال هذا، كناخذ اي ضلع كنرسمو، مثلا ناخذ ضلع او جي وهذا، كنرسمو بالمسطرة، ومن بعد باستعمال البركة غادي نشوف او اف 8 سنتيمتر، ندير واحد الفتحة هنا، إذا كنحط السين البركة في هاد النقطة هادي وندير فتحة هنا، وكذلك نشوف اف جي ونعبر 6 سنتيمتر، نحط الشوكة البركة هنا وندير واحد القوس، والتقاطع غيكون هو النقطة F. إذا رسمنا شكل هندسي معين، قالك أثبت أن أو إف جي مثلث قائم الزاوية. إذا هنا غنطبق مبرهنة فيثاغورس العكسية، غنشوف واش شروط المبرهنة كاينة أو مكايناش. إذا شنو غادي ندير؟ غنشوف أطول ضلع، أطول ضلع عندي هنا هو أو جي، غادي نحسب له المربع. إذا لدينا أو جي مربع تساوي 10 أس 2 تساوي 100، ومن بعد نحسب طول الضلعين الآخرين. إذا نحسب أو إف مربع، ونحسب كذلك إف جي مربع، نحسب المجموع ديالهم. إذا أو إف تساوي 8، يعني 8 أس 2، و إف جي تساوي 6، إذا 6 أس 2. إذا إلا حسبنا هنا غنلقى هنا 64 وهنا 36، حسبنا المجموع غنلقاه هو 100. إذا في المثلث، في المثلث أو إف جي لدينا أو جي مربع لقيناها كتساوي أو إف مربع زائد اف جي مربع. اذا شنو هي النتيجه؟ اذا حسب مبرهنات فيثاغورس العكسيه، المثلث، اذا حنا باش نعرفوا الزاويه القائمه فين كاينه، كنشوفوا هنا دائما النقطه راس الزاويه القائمه كيتعاود هنا، ها هو او اف اف جي، او اف اف جي. اذا المثلث او اف جي قائم الزاوية في اف،